عم بدي اعطيكم مثال. اليوم عم نشتغل على منتدى بمدينه ادريب بلعايه حلقه سلام احسن وكفرنبل لدعم النساء النازحات وايجاد حلول لمشاكل واحتياجات هدول النساء. النساء نفسهم النازحات، المستهدفات، الفئه المستهدفه هن النازحات، عم يحطوا مشاكل هن يتعرضوا لها وعم يشتغلوا على احتياجات وحلول لهي المشاكل. ممكن نحن نستفيد منها بانه نطلع بنداء استغاثي انساني يسلط عليه الضوء الاعلام والمنظمات تساعد فيه. انا نزحت على بيت، في عندي بيت بركت فيه. اما بالنسبه للنازحات، في ناس عم تعاني مشاكل كثير، النازحين اللي تحت الزيتون، النساء اللي تحت الزيتون ما هم مأمنين لا محل مثلا، اهم متطلبات الحياه. كل زيتوني في تحت عائله، فهالشيء هذا كثير صعب على المراه. واهم نحن بالنسبه للي بارك بالبيت سهل عليه نزوح، صحيح في نزوح درجات، تنزح بيت انت مأمن لك محل تنام، محل تدخل عليه تتحمم، اما اللي تحت السجار مو مأمن لهم هذا الشيء كله. محاوله التخفيف حتى لو بالكلام، حتى لو بالكلام، بالاضافه لعدم النظر الى من هم اعلى منا، انه نحن المناطق اللي نزحنا عليها جديده، مجتمعات جديده، ما رح انه ما بت... انه العادات والتقاليد اللي عندهم اياها نحن ما كثير، انه في اختلاف شوي بيننا وبينهم من حيث اللباس، من حيث الحريه بالشوارع وهيك. وكمان كان في عالم شكت من انه كون انه هي بدون معيل، انه كان عندها صعوبه التاقلم مع هذا المجتمع كون انه ما عندها رجل يكون بظهرها يعني.